المغرب يتحول إلى منصة لصناعة الطائرات بدون طيار. تحول المغرب إلى منصة لصناعة الطائرات بدون طيار حسب ما كشفته وول ستريت جورنال الأمريكية. بفضل التعاون الأمني مع إسرائيل، سيتم بناء مصنعين لطائرات بدون طيار في المغرب بعد مفاوضات مع شركة بلوبيرد أيرو سيستم لإنشاءات الطائرات ذات التقنية الأكثر تقدماً المملوكة ب 50% لشركة الإسرائيلية أيرو سباس الصناعية ورئيسها عمير بيريتس وزير الدفاع الإسرائيلي السابق. ينص اتفاق التعاون الأمني الموقع بين البلدين في 24 من نوفمبر عام 2021 على استحواذ المغرب على نظام الدفاع الإسرائيلي المضاد للطائرات بدون طيار سكايلوك دوم والحصول على نظام صواريخ أرجو متوسطة المدى من بارك 8 المصمم لمواجهة كل أنواع التهديدات المحمولة جوا. وكانت صحيفة شيبارد ميديا كشفت سابقا أن المملكة المغربية تعتزم توسيع طاقتها الإنتاجية من خلال نقل تكنولوجيا بعد شراء طائرة بدون طيار تركية من طراز برقراد تي بي. وعززت إسرائيل والمغرب تعاونهما العسكري خلال محادثات أجراها في الرباط شهر يوليو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال عفيف كوخافي مع كبار المسؤولين بالمملكة المغربية بعد استئناف البلدان علاقتهما الدبلوماسية أواخر 2020 في إطار اتفاق ثلاثي أثمر عن تطوير وصناعة درون في المغرب في أول اتفاق للدفاع الإلكتروني بين البلدين. وكان المغرب قد طلب شراء مسيرة الكاميكاز وهو نوع جديد من الأسلحة تعمل كقنابل، كما يمكنها قطع حوالي 150 كيلومترا في الساعة والبقاء ساعة في الجو، كما تحمل رأسا متفجرا ينفجر من تلقاء نفسه عند اصطدامه بالهدف. وتجمع الطائرة بين القوة والسرعة في التشغيل وتغطية المساحات الكبيرة، كما أنها قادرة على الإقلاع والهبوط عموديا، وتعمل في أماكن صغيرة، كما تحتوي على خاصية تخفي نظرا لصغر حجمها، كما يبلغ نطاق تغطيتها 50 كيلومترا. ويستخدم المغرب طائرة بلا طيار لأغراض استخباراتية ولمراقبة حدوده وفقا لخبراء عسكريين.